صفة الوضوء. إن ظلام سيتر. ينوي بقلبي. دحر دك ثاني نية تطو. يسمي يقول بسم الله. بسم الله أوتو مات ثاني. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. يغ غول عدو سنة دوش شي كيستيلر. يأخذ ماء بيده اليمنى. يدعب أتو أقول كيوج ثاني خي حقيتي. يدخل الماء في فيه. يا شي بقخ دغتو. ويسحب الماء بمنخره. يغ شي شن شي مر ثاني خي تشوسو. يدير الماء في فيه. شي بق شو أخي مه تغدو أخي. ثم يمج الماء. يخي واحد أخي يخشي مرت أن بتو. مع الاستنثار. خي مرت أن بتو. تشور خي أردو أخذو. ثم يغسل الوجه. يخا شي يحيو تو. من منبت الشعر المعتاد الأسفل الثقل ومن هنا إلى شحمة الأذن مش تعيولوش مي تيرج إنك تقاش شلتا يخ تحلق تيرا ووق لك تقاش شلتا إذا يحلور شو إشادة قلت لك مصوخي قوتش تو. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. يخا شي بألكش دون ساحة قول تقاش شلتا كيك دول تو. حتى يستوعب المرفقين. يقول تشلات يزعون اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يخا وي ما الله رأيت أور حلق وقت يغ أرو أور كبدو تو. ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل يخا كيك شيء تأدين دول بألك ثاني كوارت بلا تبيلش كيك حق تو تدريش يبدأ بمقدمة الرأس حجد عدولوش كوارت عبولوش مهتيرا إلى قفاه يوخ تيار زطيلة كيولوش مش شق يولوش مهتي قاتشل تحقتو ثم يعود مرة أخرى يوخ يغني حقتو يدخل سباحتي يوخ شي بألغة وكذلكنا شي بألغة في صماخي أذني شلتون تاني شلق دولتو ويمسح بالإبهام ظاهرهما يوخ نان بألغة تاني اشتيع لركشان تيع حقتو ثم يغسل الرجل اليمنى تولت أحا أهتو قاك بيغو الله إز مع الكعبي تسيوك شيكلت كيوك يوغ شعونتك اليمنى ثم اليسرى يوغ تولت أحا أهتو قاك بيغان جولت أحا أرو أر قاك بيغو الله لا يسرف في استخدام الماء يوغا إسراف تدوك إران خيئة تدويتوا ثم بعدما ينتهي يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوغ شعلا مسيحة نوال جولت أحا بيغمار يغردي أن دول دعا ديوش والله أعلم.